السلام عليكم. سنعرفكم اليوم على بعض الاستعدادات التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة لتقليل احتمالات تجمع مياه الأمطار في الأماكن المعرضة لذلك. تقوم أشغال بتنظيف فتحات تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار في مختلف المناطق بشكل منتظم، كما تقوم بتنفيذ العديد من الحلول والمشاريع المؤقتة والدائمة في مناطق عديدة بالدوحة لتعزيز الجاهزية التشغيلية وتقليل تجمع مياه الأمطار. من الأمثلة على هذه المشاريع الانتهاء من مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية ومياه الأمطار، تركيب أنابيب فوق سطح الأرض مزودة بمضخات، حفر بحيرات بعيدة عن المناطق السكنية لتجميع مياه الأمطار فيها، وزيادة عدد المضخات والتناكر في أكثر المناطق عرضة لتجمع مياه الأمطار. التغيرات المناخية وزيادة نسبة الأمطار تأثرت فيهما الكثير من الدول حول العالم، فخلال السنوات الماضية شهدت العديد من الدول ومنها دول ذات بنية تحتية متطورة أمطار غزيرة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكاتها. تم تصميم شبكات الصرف في قطر بمعايير عالمية لاستيعاب نسب معينة من الأمطار وفق دراسات الأرصاد. وعندما تفوق كمية الأمطار الطاقة الاستيعابية للشبكة أو تستمر لمدة طويلة، تبدأ مضخات الشبكة باستيعاب المياه بشكل أبطأ، وهو ما يتسبب في تجمع المياه في بعض الطرق. دور أشغال في هذه الحالة هو التعامل مع هذه الحالات الطارئة من خلال سحب المياه والتأكد من عمل شبكة الصرف في الأنفاق والطرق الرئيسية. في الفيديو القادم سنعرض لكم بعض الإجراءات الاحتياطية البسيطة لتفادي الأضرار التي قد تلحق بالمباني نتيجة هطول الأمطار الغزيرة. للاستفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر ورافقتكم السلامة.